السلام عليكم وأهلا بكم إلى زوايا الحدث، نخصصها للحديث عما يتعرض له المختطفون في سجون الحوثيين والروايات التي كشفتها تحقيق وكالة أسوشيتد بريس حول وقائع التعذيب في سجون الميليشيا. كشف تحقيق صحفي جديد لوكالة أسوشيتد بريس عن روايات صادمة حول أساليب تعذيب أودت بحياة الكثير من المدنيين منذ أن استولت ميليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء. وقالت الوكالة إنها تحدثت مع 23 شخصا أكدوا تعرضهم لعمليات تعذيب وحشية داخل مراكز احتجاز تابعة لميليشيا الحوثي، فيما وثقت رابطة أمهات المختطفين أكثر من 18 ألف حالة اعتقال في آخر 4 سنوات، مضيفة أن ما لا يقل عن 126 معتقلا توفوا في سجون ميليشيا الحوثي جراء التعذيب. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: من ينقذ المعتقلين والمختطفين من التعذيب في سجون الحوثيين؟ وماذا يمكن أن تقدمه مفاوضات السويد فيما يخص ملف المعتقلين المدنيين الذين لا يزالون في السجون؟ قبل النقاش نتابع التقرير. قتل أخف من التعذيب. لابد أن الموت أقل إيلاما من ذلك التعذيب المستمر، هذا ما قاله أنس أحد المختطفين المفرج عنهم، متذكراً أوقاته العصيبة في سجون الحوثيين، وهو واحد من مئات الشباب الذين اختطفوا بلا ذنب وأفرج عنهم بعد فقدان قدرتهم على الحركة. تحطيم وجوههم بالهراوات أو تعليق بالسلاسل من معاصمهم أو حتى أعضائهم التناسلية، فضلاً عن الحرق بالمواد الكيميائية الحارقة. فظائع وبشاعات باتت وقائع تحدث وتتكرر في سجون ميليشيا الحوثي بحق المختطفين، بحسب تحقيق جديد لمنظمة أسوشيتد بريس الذي كشف أن المعتقلين تعرضوا لحالات تعذيب رهيبة بعد تجريدهم من ملابسهم. رابطة أمهات المختطفين وبحسب إحصاءاتها وثقت وفاة 126 حالة على الأقل جراء التعذيب الشديد في سجون الحوثيين، من بين أكثر من 18 ألف معتقل لديهم خلال السنوات الأربع الماضية. الحوثيون حولوا المساجد والقلاع القديمة والكليات والنوادي وغيرها من المنشآت المدنية الأخرى إلى مراكز استقبال مبدئية لآلاف المعتقلين قبل نقلهم إلى شبكة السجون السرية التابعة لها، التي يزدحم فيها المختطفون في ظروف غير إنسانية مع فضلاتهم وجثث القطط الميتة وبعض الأصابع البشرية الممزقة على الأرض حسب شهادات المختطفين للوكالة الأمريكية. التقرير أورد هذه الروايات باعتبارها تؤكد على أهمية اتفاق التبادل الذي تم التوصل إليه مع بدء محادثات السلام في السويد بين الحوثيين والحكومة الشرعية، ما يضع تساؤلات عن حق الضحايا في التعويض وجبر الضرر وملاحقة الجناه القضائية، بالإضافة إلى السؤال المطروح دائماً: ما شرعية مبادلة أسرى حرب ومقاتلين بمعتقلين مدنيين اعتقلتهم الميليشيا دون ذنب؟ حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الأستاذة أمة السلام الحاج، رئيسة رابطة أمهات المختطفين. مساء الخير أستاذة أمة السلام. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذة أمة السلام. في البداية، كيف تابعتم تقرير الأسوشيتد بريس الأمريكية عن حالة التعذيب التي يتعرض لها المعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي؟ وأيضا إلى جانب الحالات التي وثقتموها أنتم، ربما أكثر من 18 ألف حالة في سجون ميليشيات الحوثي. طبعا ليس جديد الذي أصدرته هذه المنظمة، وإنما نحن قبل فترة أصدرنا تقرير عن حتى يغدو حين يغدو الموت أمنية، وثقنا فيه شهادات من المختطفين المفرج عنهم وشهادات من أسرهم عن ما حدث لهم، وأشياء تشيب العقل ويندى لها الجبين أن تحدث من مثل هذه الأشياء في من هذه الجماعة التي لا ترعى في الناس إلا ولا ذمة. نعم. فهذه التقارير موجودة وموثقة وبشهادة المختطفين أنفسهم المحررين، وأيضا بشهادات أسرهم وموثقة. فالانتهاكات اللي حصلت لهم والقتل تحت التعذيب الذي حصل وهذه كلها
يعني أشياء فظيعة جدا جدا جدا. نعم. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن مثل هذه التقارير صدرت للخارج، لأنه كل تقاريرنا يمكن ما بتوصلش للعالم الخارجي وإنما بتكون داخلية، فهذه من الأشياء التي نشد على أيديهم، ونشكر الصحفية ماجي التي أبدعت في هذا التقرير وكان لها دور كبير في هذا التقرير. نعم أستاذ أمة السلام، كان لك لقاء مع رئيس وفد الحكومة وزير الخارجية خالد اليماني، ما الذي تحدثت معه وما هي الرسائل التي حملتيها معه للمجتمع الدولي فيما يخص ملف المعتقلين؟ طرحنا فيها على أساس أكدنا مسألة أنه مسألة التبادل، وأنه لا يحق لهذه الجماعة أن تبادل ناس مختطفين مدنيين سلميين أخذوا من مدارسهم من مقر عملهم من بيوتهم ويبادلوا بهم مع أسرى حرب ومنتهكي حرب وجرائم حرب. فعلى أساس أنه هناك لابد أن تكون هناك ضمانات، أيضا طرحنا ما هي الضمانات اللي ممكن تضمنها الأمم المتحدة وغيرها والشرعية بالنسبة لهؤلاء الناس عندما يرجعوا إلى، نطالب أن يرجعوا إلى بيوتهم وإلى سكنهم وإلى مقر عملهم وأن لا يختطفوا مرة أخرى، وأيضا أن لا ينفوا كما في التبادل ينفوا إلى المناطق المحررة ثم تبدأ نعم. المعاناة من جديد. الحوثيين يرجعون إلى بيوتهم والمختطفين العاديين المدنيين يشردوا في أطراف الأرض بدون نعم. أسرة ومعاناة جديدة في هذا. فطرحنا هذه على وزير الخارجية والوفد المرافق له أو المشاور على أساس أنه لابد من ضمانات لحقوق هؤلاء البشر. نعم. طيب أستاذ أمة السلام ابقي معي، وينضم إلينا الآن الأستاذ هادي الهيج مسؤول ملف الأسرى في الحكومة وعضو الوفد المفاوض في السويد. مساء الخير أستاذ هادي. أهلا بك وضيفتك الكريمة. يا مرحبا بك أستاذ هادي. في الوقت الذي أنتم الآن في المفاوضات بالسويد، ميليشيا الحوثي لازالت تمارس الاعتقال وتمارس حالة التعذيب ضد المختطفين والمعتقلين في سجونها في جميع المحافظات الخاضعة لسيطرتها. السؤال الآن، كيف يمكن لكم أن تنجحوا في تحقيق أي تقدم في هذا الملف والميليشيا لازالت في الأثناء تمارس التعذيب والاعتقال والتنكيل بالمدنيين؟ أهلا وسهلا، شكرا جزيلا لك أخي على هذا السؤال. أهلاً. أولا حنا تبادلنا، عندنا بند اسمه الكل مقابل الكل، والأصل أننا نخرج الأسرى مقابل الأسرى، ولكن لوجود أناس مخطوفين وناس مأخوذين من الشوارع وناس تحت الإقامة الجبرية أدخلنا كل هؤلاء في الكل، يعني كان معنا الإطار العام وهو الكل. نعم. فأدخلنا الجميع تحت الكل، ولهذا سنخرج كل هؤلاء سواء كان أسيرا أو مخطوفا أو مخفيا قصرا أو تحت الإقامة الجبرية بحجة هذا البند أنه الكل مقابل الكل. نعم. طيب أستاذ هادي، كيف يمكن لكم أنتم الآن كوفد مفاوض وأنت رئيس فريق ملف الأسرى في الوفد الحكومي أن تستفيدوا من تقرير الأسوشيتد بريس الذي أوضح فيها العديد من الجرائم والانتهاكات التي مارستها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين في سجونها، منهم من توفي، منهم من أصيب بعاهة دائمة، منهم من لا زال لا يعرف أهله عنه شيء؟ هذه من القضايا التي طرحناها على الصليب الأحمر وشددنا عليها كثيرا، وتفهموا هذه القضية وقالوا أنهم سيتناقشوا مع الطرف الآخر حول هذا الموضوع، وطرحناها على الإخوة في الوفد المرافق أو مكتب المبعوث الأممي، وقالوا أن هذه ستكون من النقاط التي يتناقش فيها مع الطرف الآخر حول هذا الموضوع، ونحن ننتظر الرد في هذا الجانب. لكن إحنا يهمنا إخراج الناس ابتداء،
لأن نعم. هؤلاء بعضهم له 3 سنين والبعض الآخر له 4 سنين غائب عن أهله، فإذا أوقفنا هؤلاء في سبيل تحقيق هذه النقطة سيكون جور على هؤلاء، ولهذا احنا سنخرج هؤلاء ونطالب بما هو للآخرين. نعم، الأخبار التي تحدثت بأنه تم الآن الاتفاق بينكم وبين ميليشيا الحوثي برعاية أممية بأنهم ستفريون عن أكثر من 3000 معتقل من الشرعية، في المقابل أيضا 3000 من ميليشيا ممن هم أسرى حرب. في البداية السؤال الأهم، كيف يمكن المقايضة بين مدني اختطف دون أي تهمة مقابل أسرى حرب كانوا في الجبهات يقاتلون؟ أولا أن الأعداد هذه لم تحدد إلى الآن. نعم، هذه كلها قضايا يعني إعلامية لم تحدد الأعداد، وسيتم التبادل الأسماء والكشوفات خلال 48 ساعة القادمة. الأعداد لم تحدد إلى الآن، هذه الأعداد التي ذكرتها. ما هو الرقم إذن؟ الرقم الذي أستاذ هادي، معذرة يعني نريد يعني معلومات بالتفصيل، الرقم الذي ربما أنتم تهدفون إلى تحقيقه في الإفراج عن الأسرى ما هو؟ هو إحنا عندنا عدد كبير منه فاقد سواء هنا أو هناك، الذين في الجبهات ولم يستطع أي طرف الوصول إليه في حال المعركة، واستمرت فترة طويلة في هذا المكان، منهم من دفن ومنهم من تحلل ومنهم من يعني لم يصل إليه أي طرف حتى انتهى. نعم. هذا الفاقد، الطرفين لديهم أعداد كبيرة من الفاقد، غير معروف إلى الآن لدى الطرفين هل أخذ وإلا جرح وإلا قتل. هذا الفاقد هو الذي نحن الآن نبحث عنه، كوننا لجنة سميناها لجنة الجثامين والمفقودين للبحث عن هذه، هل هم قتلوا وإلا لا زالوا أحياء ومخفيين قصرا. بالنسبة للمخطوفين اللي بتذكر، احنا الاتفاق الأصل أن يكون بين أسرى وأسرى، إطلاق الكل مقابل الكل، ولكن أدخلنا المخطوفين والمخفيين قصرا والإقامة الجبرية ضمن هذا البند الذي ذكرت لك، أنه دخلنا في بند الكل مقابل الكل، فقلنا هؤلاء كلهم ينطبق عليهم هذه الأحداث. نعم. ولهذا يجب أن يخرج الكل. نعم، سر هذه الكل مقابل الكل يعني، لكن يعني أنتم الآن في مفاوضات في السويد، لا شك أن لديكم أرقام وكشوفات بأسماء التي يعني الكل أمام الكل، سواء يعني مخفيين قسرا أو لا تعلمون أين ذهبوا أو قتلوا في الجبهات أو ما زالوا تحت التعذيب، ربما يعني لازم أن يكون لديكم كشوفات. هل لديكم كشوفات وإحصائية أخيرة لديكم حد الآن أم لا زال الرقم مفتوح؟ لا، لدينا كشوفات، لكن هذه الكشوفات كما قلت لك فيها فاقد. الفاقد هذا هو الذي غير معروف، كامل فاقد من هؤلاء. طيب، هذا الفاقد أعداد كبيرة سواء في هذا الطرف أو ذاك الطرف، الذي ما وصل إليه الطرفين أثناء المعركة، هذا هو الفاقد الذي إحنا نبحث عنه. طيب أستاذ هادي، تكرم بالبقاء معي، أعود للرياض مع رئيسة لجنة أمهات المختطفين أو رابطة أمهات المختطفين الأستاذة أمة السلام. أستاذة أمة السلام، إذن رئيس وفد الخاص بملف الأسرى الأستاذ هادي الهيج يسمعك الآن، إن كانت من رسالة لكم في رابطة أمهات المختطفين ونقاط تريدون التأكيد عليها في هذه المفاوضات، هو يسمعك الآن، تفضلي. التأكيد طبعا نشد على يد الأستاذ هادي والوفد المفاوض، ونقول بارك الله فيهم وربنا يعينهم ويسهل لهم طريقهم. النقطة التي نؤكد عليها هي عدم تعرضهم هؤلاء المختطفين الذي سيتم إطلاقهم إن شاء الله تعالى، لا يعاد مرة ثانية اعتقالهم أو تهديدهم أو انتهاك حقوقهم مرة أخرى، وأن يضمنوا أن لا يعتقلوا مرة أخرى إذا تحركوا في داخل أمانة العاصمة أو غيرها. هذه أهم النقاط التي نشد عليهم، ثم بعد ذلك بعد مسألة جبر الضرر والتعويضات. نعم. هذه فيما بعد إن شاء الله. شكرا لك، سنتابعهم إن شاء نعم. الله. رئيسة رابطة أمهات المختطفين الأستاذة أمة السلام الحاج، كنت معنا من الرياض، وأعود إلى السويد مع الأستاذ هادي. أستاذ هادي، الآن لا شك هناك الحديث عن جدول زمني ربما ستبدأون فيه من أجل تنفيذ هذه النقاط وملف الأسرى وتبادل الملف الزمني والخطة الزمنية، متى ستبدأ بالتنفيذ؟ من تاريخ التوقيع على الاتفاق.
نعم ومزمنة مزمنة في حدود شهرين أقل قليلا. نعم. ألا ترى أن شهرين أنها مدة طويلة؟ لا، في معانا قضايا يصعب أننا نتجاوزها. يعني مثلا الكشوفات عملنا لها أسبوع للتسليم، جمعها من جميع الجبهات وتسليم. نعم. هذه الكشوفات أيضا عندنا إحنا ناس مخطوفين، أهلهم لا يعرفوا عنهم، لا يعرفوا عنا. نعم. ونحن لا نعرف أن هؤلاء مخطوفين، هؤلاء الآن إحنا نبحث عنهم، من هم هؤلاء المخطوفين الذين ما وصلوا إلينا ولا نصل إليهم، نريد أننا نخرجهم. ثم هذا الأسبوع، بعد هذا الأسبوع كل طرف يعمل رد بكشوفات جديدة على هذا، ولما تكون بالآلاف يصعب تقول له هذه. نعم. الأسماء وأعطني. طيب. الرد غدا، الوقت أظنه مناسب جدا. نعم، آلية التنفيذ كيف ستكون أستاذ هادي؟ لدينا الصليب الأحمر والأمم المتحدة، والتقينا. نعم. وكوننا لجان، وعلى أساس هذه اللجان اللوجستية ولجان للبحث عن المفقودين والجثامين ولجنة عليا إشرافية، وهذه اللجان هي التي ستبدأ التنفيذ في مكان وزمان وآلية والتجميع والنقل وما إلى ذلك من القضايا اللوجستية. نعم. طيب أستاذ هادي، نشرك معنا أيضا في الحديث الأستاذ توفيق الحميدي. مساك الله بالخير أستاذ توفيق. مساك الله بالنور لك ولضيفك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بك أستاذ توفيق، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات. إذا بدأنا أستاذ توفيق في الجانب الحقوقي، يعني التوصيف القانوني أن يستبدل أسرى حرب كانوا يقاتلون في الجبهات بمدنيين لا علاقة لهم بما يدور. أنا أعتقد أن اتفاقيات جنيف واضحة، ما يدور في اليمن هو نزاع داخلي ولا يمكن أن نتحدث في اليمن عن أسرى حرب. نعم. لكن هنالك أيضا خط رفيع يجب أن يتنبه له الجميع، هنالك فرق بين مواطنين اعتقلوا أو أخفوا قسرا من منازلهم أو من الشوارع أو من الطرقات أو من أماكن أعمالهم، وبين مقاتلين يحملون السلاح ويتواجهون في الجبهات. أنا أعتقد أن مساواة هذه الأطراف في حد ذاتها وفقا للقانون جريمة في حد ذاتها، لكن أنا أعتقد أنه خلال الفترة السابقة وعدم وجود أي تباشير حقيقية لتخفيف من ضغوط أو من هذا الملف الشائك الذي يلقى بظلاله على الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالدرجة الأولى على الأسر، وخاصة أن الحكومة الشرعية فشلت فشلا ذريعا على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي في حلحلة هذا الملف. أنا أعتقد اليوم ما يتم في السويد ومن هذه الاتفاقيات هي من باب البحث عن مخرج إنساني ليس إلا. أما من ناحية من الناحية القانونية فأنا أعتقد أن هذا الأمر لا يمكن أن توقعه حكومة تحترم نفسها وتحترم شعبها وتحترم أيضا من يضع من وضعه داخل هذه السجون. لكن نحن ربما ننظر إلى الهامش المتعلق بالجانب الإنساني، لعل ولعسى يعود الناس إلى أهاليهم، يعني يعيش تلم شمل الأسر إلى غير ذلك. هذه هي النقطة الوحيدة التي يمكن قراءتها في هذا الاتفاق، أما غير ذلك فأنا أعتقد أن الطرفين، لا الطرف الحوثي اليوم جاد جدية. نعم. حقيقية، ولا أيضا الحكومة الشرعية لديها أيضا أدوات أو وسائل أخرى لتحريك هذا الملف. نعم. طيب الآن المفاوضات السويد ربما هو الملف الأبرز في هذه المفاوضات، هو الأسرى، وربما تحقق هناك نجاحات كبيرة إلى حد الآن كما يقول رئيس وفد الرئيس لجنة المعتقلين الأستاذ هادي الهيج في الوفد الحكومي. هذه الخطوات التي قاموا بها أستاذ توفيق كيف تتابعها، وهل تعتقد بأنها فعلا سترى النور ويتم إطلاق المختطفين، أم هي فقط مباحثات من المرات السابقة ولن يعني تفضي إلى شيء؟ مع احترامي لرأي الأستاذ، لكن لا يمكن أن نتحدث عن نجاح مطلقا ما لم يرى المعتقلين النور. كان هنالك اتفاقات ماراثونية، وكان هنالك عفوا مباحثات ماراثونية في الكويت، وظلت لأشهر عقد الناس أو حق يعني الناس أشياء أو حمل الناس أشياء كثيرة، آمال كبيرة عليهم من أجل الإفراج عنه، ولكن في النهاية انتهت إلى سراب. نفس الشيء اليوم نتحدث عن السويد ولا غير السويد،
ما بعد السويد، أنا أعتقد أن العملية ستذهب إلى ما بعد السويد، لكن نقول اليوم لا يمكن نتحدث عن أي نجاح جدي وأي نجاح حقيقي إلا بعد الإفراج عن هؤلاء المعتقلين، بعد أن يروا النور، بعد أن يعود إلى أهاليهم. قبل ذلك أنا أتمنى من أي مسؤول أن لا يتحدث عن نجاحات، لأننا لسنا في معركة انتخابية من أجل أن نكسب أصوات هؤلاء الناس. الأهالي الموجوعين في اليمن ينتظرون أهاليهم مع كل فشل يصابون بالحسرة، ولذلك أنا أتمنى أن لا نرفع السقف عاليا، نقول يجب أن نكون واقعيين، نقول هنالك حوارات نتمنى أن تنجح. أما نعم. أن نتحدث عن نجاحات تحققت إلى حد اليوم، هذا نوع من الضحك على الذقون ونوع من التمنيات التي لم تتحقق. نعم. لا يمكن نتحدث عن نجاح إلا بخروج أول دفعة طيب. حقيقية إلى أهاليه. نعم أستاذ هادي، أعود لك من جديد. السؤال الأهم الآن ربما من يعني من على رأس هؤلاء المختطفين هم السياسيين أو الصحفيين وغيرهم كمحمد قحطان ووزير الدفاع وشقيق الرئيس عبد الرب منصور هادي، أيضا 14 صحفي من زملائنا الإعلاميين الصحفيين الذين مرت عليهم أكثر من 3 سنوات. هل هؤلاء وهذه الأسماء ضمن الكشوفات التي تم التوقيع عليها وسيفرج عنهم؟ شكرا جزيلا. أولا أريد أن أوضح لأخي الحبيب الذي توفيق، أقول أنه إحنا لم نقل نجاح. نعم. قلنا أننا وقعنا الاتفاقية، وهذه الاتفاقية يعني نسعى لإنجاحها. نعم. أننا قلنا نجحنا في إخراج الأسرى، أنا معه أنه لن ننجح إلا إذا عاد الأسرى إلى أهلهم. هذا نعم. كلام صحيح، ولهذا أنا أصحح أنه لم نقل أننا نجحنا. هذا قولنا أننا نجحنا فيه مجافاة للحقيقة. نعم. الأمر الثاني الذي أريد أن أنبه إليه، في هناك ما يمكن أن يكون وما يجب أن يكون. إذا لم نستطع الوصول إلى ما يجب أن يكون فلا نترك ما يمكن أن يكون. نعم. يعني هذين الأمرين إحنا سائرين فيها. بالنسبة لسؤالك الذي ذكرته، الإخوة الأربعة المشمولين بالقرار الأممي والإخوة 36 الصحفيين والمحللين للنيابة، كلهم ضمن الأسماء التي رفعناها وضمن الأسماء التي نحن متشبثين بها لإطلاقهم، ولهذا هم لم يمانعوا نعم. إلى الآن نعم. لكن احنا سائرين في هذا ونقول لكل حادث حديث. نعم. طيب محمد قحطان، ربما سمعنا وزير الدفاع وشقيق الرئيس عبد الرب منصور هادي تواصلوا بأهاليهم وسمح لهم بالاتصال بأهاليهم، لكن محمد قحطان إلى اللحظة لم يعرف أحد عنه شيء. أنتم الآن كوفد مفاوض في السويد وأنت رئيس فريق الملف الأسرى، هل لديكم أي معلومات؟ هل توصلتم؟ هل سألتم يعني الطرف الآخر ميليشيا الحوثي أين هو محمد قحطان؟ هل وجدتم أي إجابات لهذا السؤال؟ إلى الآن هذا السؤال لم نجد له إلا إجابات. لازلنا في إطار دراسة الآليات أو تنفيذ هذه الجوانب لإخراجها إلى حيز الوجود. نعم. طيب سؤال أخير أستاذ هادي، يعني الآن المفاوضات ربما مرت الآن عليها 3 إلى 4 أيام، وأنت الآن تقول ربما بعد 48 ساعة سيتم البدء بالمفاوضات حول ملف الأسرى ورفع الكشوفات، ما هي المدة المتوقعة الآن للتوقيع على هذه الكشوفات وبالتأكيد غير التنفيذ؟ يعني إذا كانت هذه المدة طالت حتى يتم التوقيع، فكم ستستمر مدة تنفيذ هذه الاتفاقيات إن تمت أصلا؟ ليس التنفيذ، الاتفاقية نعم. الكشوفات لا يحتاج إلى توقيع، إحنا نجمع الكشوفات الأسماء الذي نطلب أنهم يفرجوا عنها، وهم يجيبوا أسماءهم التي يجب أن نفرج عنها. نعم. على ضوء هذه الأسماء إحنا نتبادل هذه الكشوفات ولا تحتاج منا إلى ستكون هذه الكشوفات برعاية أممية، وأيضا طرف الأمم المتحدة يلزم الطرف الآخر على التنفيذ. هذا ما نأمله، هي الأمم المتحدة راعية وضامنة لهذا الاتفاق.
نعم. طيب شكرا جزيلا لك الأستاذ هادي الهيج، رئيس ملف الأسرى في الوفد الحكومي المفاوض في السويد. وعودة أخيرة إلى الأستاذ توفيق الحميدي. أستاذ توفيق، الآن أنتم كمنظمات دولية ومتواجدين ربما في السويد مع هذا الوفد، هل لكم أي دور الآن في الضغط على الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الدولي لدعم ملف الأسرى والإفراج عنهم أم لا؟ نحن كمنظمة سام سنصدر اليوم ربما وغدا رسالة للمبعوث الأممي في السويد أن لا تكون هذه المفاوضات على حساب مجموعة من المعايير القانونية، وخاصة موضوع الإفلات من العقاب. أما دورنا على الأمم المتحدة أو ضغطها، أنا أعتقد أن المنظمات ربما خارج هذا الإطار شكلت ربما الحكومة الشرعية لجان خاصة بها، وبالتالي هي ماشية في مسارها الخاص بها في هذا الصدد. المنظمات، نحن دورنا في السابق قمنا بالرصد، قمنا بالتوثيق، قمنا بالكشف، وأتمنى أيضا مع هذا ألا تتجاوز أيضا مفاوضات السويد الأسرى وعفوا المعتقلين في السجون الجنوبية الذين لا ينتمون غير محسوبين على الحكومة الشرعية وغير محسوبين أيضا على جماعة الحوثي، وبالتالي هنا سيقعون في خطأ استراتيجي كبير وخطأ إنساني. هنالك معتقلون، هنالك أسماء، هنالك توثيقات لمجموعة من المعتقلين في سجون الحكومة الشرعية بمعنى أصح بعد اعتراف وزير الداخلية الميسري بأن هذه الحكومة السجون أصبحت تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وبالتالي هنالك سجن في سيون، سجن في المكلا، وأمس كان هنالك نوع من الإضراب والاشتباكات مع رجال الأمن في المكلا. أتمنى أيضا ألا تتجاوزها. وهل تعتقد أن يعني الأسرى في المحافظات المحررة لن يتم الحديث عنهم أو مناقشة ملفهم في هذه المفاوضات أستاذ توفيق؟ أنا أعتقد اليوم الاتفاقية هي تتمثل في أمرين. الأمر الأول جماعة الحوثي والحكومة الشرعية، الحكومة الشرعية ستتحدث عن المعتقلين أو الذين في سجون جماعة الحوثي، وجماعة الحوثي ستتحدث عن معتقليها في سجون الحكومة الشرعية والذين تم اعتقالهم في جبهات القتال. يبقى هنالك طرف آخر لا ينتمي لهذا ولا ينتمي لهذا، وخاصة المعتقلين في السجون محافظة الجنوبية، من الذي سيتحدثهم؟ لا يوجد أي نص في الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، ولذلك نحن نتمنى أن تكون هذه الاتفاقية أو هذه المفاوضات مناسبة لرفع لإغلاق كافة السجون السرية، لإطلاق كافة المعتقلين. ونحن نتمنى لأنه في النهاية ستبقى هذه المشكلة معضلة كبرى في المستقبل بدون حل. نعم، شكرا لك رئيس منظمة سام للحقوق والحريات الأستاذ توفيق الحميدي، كنت معنا من فيينا. والشكر أيضا لمسؤول ملف الأسرى في الحكومة وعضو الوفد المفاوض الأستاذ هادي الهيج، كان معنا من السويد، وكذلك لرئيسة رابطة أمهات المختطفين أمة السلام الحاج، كانت معنا من الرياض. ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميلة شروق القاسمي، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى في زوايا الحدث. السلام عليكم ورحمة الله.